مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حقيبة السفر. رح نتابع فيها ماذا فعلت الدول الأوروبية لحماية مخيمات اللاجئين من الإصابة بكورونا، ورح نتعرف كمان على مصور سوري ينقل للعالم انتهاكات النظام بحق السوريين. مع احتدام المعركة بوجه فيروس كورونا ورصد موارد بشرية ومادية هائلة للعمل على احتوائه والحد من خطره، بيبرز سؤال ملح متعلق بمئات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء المعرضين أكثر من غيرهم من فئات المجتمع المضيفة لخطر هاي الجائحة القاتلة، خاصة وأنهم بيعيشوا بظروف صحية واجتماعية قد توفر حاضنة مناسبة لهذا الفيروس. فكيف تبدو المعركة على الساحة الأوروبية خاصة في مخيمات وتجمعات المهاجرين وطالبي اللجوء؟ لمناقشة الموضوع من ضمننا المستشار القانوني الدولي أستاذ جمال عبد الرحمن، وأيضا الصحفي من بلجيكا محمد المطحي. مرحبا فيكم ضيوف الكرام. لو بدأت معك أستاذ جمال، أستاذ جمال، يعني شو هي الإجراءات اللي حاليا عم تتخذها الدول الأوروبية بحق اللاجئين؟ يمكن ما عم تلحق حاليا مثل ما عم يحكوا إجراءات وقائية بحق المواطنين لحتى تلحق على اللاجئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشكلة إنه اللاجئين هم الحلقة الأضعف في العالم، وبشكل خاص اللاجئين السوريين الموجودين في اليونان سابقا أو الموجودين بين الحدود اليونانية التركية أو حتى الموجودين في أوروبا ولم يبت في طلباتهم بعد. بالتالي المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين علقت إعادة التوطين بسبب وباء كورونا وبسبب إغلاق كل الدوائر الرسمية في الدول الأوروبية وبسبب توقف الطيران. بالتالي صار في عبء فوق عبء على اللاجئ المسكين الفقير والذي لا يتلقى رعاية صحية ولا طبية في الأماكن الموجودة باليونان بالجزر اليونانية أو بين حدود التركية اليونانية أو حتى في دول جوار سوريا. لكن بالمقابل يعني أستاذ جمال، الدول كلها حاليا متخوفة من هذا الموضوع، ومثل ما بيقولوا حاليا مع انتشار هذا الفيروس ما عند في فروقات يعني بين المواطن أو اللاجئ أو الغني أو كله عم يصيب كله. فشو الخطة الممكن بدها تاخذ فيها الدول الأوروبية بعين الاعتبار لحتى تمنع من انتشار هذا الفيروس بوجود هاي التجمعات الضخمة مثل ما كنا عم نحكي باليونان في بإيطاليا في وبعدد من الدول الأوروبية؟ تنصح منظمة الصحة العالمية أصلا أبرقت لأوروبا بأن اللاجئين قنبلة موقوتة في هذا الموضوع بالذات بانتشار الوباء. بالتالي إذا لم يجدوا حلول للاجئين الموجودين في الجزر اليونانية أو حتى بين الحدود التركية اليونانية تصبح كارثة ضخمة جدا، مش بس على اللاجئين لا سمح الله، على أوروبا أيضا. الدول الأوروبية تقريبا أغلقت حتى نحن موجودين في البيوت صرنا أسبوع محبوس، ممنوع نطلع بوجود اشتغافة أو مخالفات بمثلا بتجمع بحدائق أو كذا تصل المخالفات ل 25 ألف يورو وفي حال تكرار السجن. ذلك صار كل دولة أوروبية تهتم في على الأقل يعني بسكانها مواطنيها. طيب لو توجهت للسيد محمد وسألته عن يعني عن موضوع أو عن كيفية تعامل الحكومة البلجيكية مع تجمعات اللاجئين أو المراكز اللي موجود فيها اللاجئين. تحياتي لك أستاذ الكريم، تحياتي لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. في الحقيقة الحكومة البلجيكية تتخذ إجراءات ربما تكون الأفضل هي في القارة الأوروبية العجوز
إلى الآن الحكومة البلجيكية مسيطرة على الوضع بالنسبة للفيروس. أضافت بالأمس الحكومة البلجيكية أسرة في العناية المشددة بما يقارب 2000 إلى 2500 سرير وقاية، ثم أن الحكومة البلجيكية اتخذت إجراءات الحظر التجوال، اتخذت إجراءات المخالفات لمن يقوم بالتجوال بشكل عشوائي أو بشكل غير ضروري. يعني لا يزال الوضع مسيطر عليه، حيث أن الحكومة البلجيكية إلى الآن تسجل فقط 3800 حالة، ربما هو العدد الأصغر في عموم أوروبا. طيب، في تجمعات معينة ممكن بارزة أو إنه ممكن تكون معروفة للاجئين ببلجيكا سيد محمد؟ طبعا الحكومة البلجيكية أوقفت جميع النشاطات بالنسبة للاجئين، بالنسبة لتقديم الفيز أو أخذ الفيز واحد، ثم الحكومة البلجيكية أوقفت جميع مواعيد من قدموا إلى اللجوء، ثم أن الحكومة البلجيكية تأخذ إجراءات، دعني أقول لك أنها بعض الشيء مميزة بالنسبة للاجئين. ف يعني اللاجئ هنا إن كان في الكامب ولا في غير الكامب يتعامل مثله مثل المواطن البلجيكي بهذا الخصوص. طيب أستاذ جمال، يعني أنت ذكرت نقطة إعادة أو إيقاف إعادة التوطين. في كثير من اللاجئين حاليا متخوفين من هاي النقطة، أنه ممكن يتوقف ويظل متوقف هذا الموضوع عم أنه لفترة بس الحظر. لا، هو التعليق مؤقت، لكن إلى متى لا أحد يعرف. المشكلة أن الأعداد في ألمانيا وفي أوروبا تتزايد بشكل سريع جدا. طبعا الأسباب هي أحيانا تساهل الناس واجتماعهم مع بعضهم بعض، بالإضافة لبعض السلبيات اللي لازم الكل ينتبه لها، إنه في بعض الأشخاص مثلا يتقصدون في نشر الوباء. هذا أخطر من موضوع الوباء نفسه. يعني تصور شخص إنه يكون معه يوروهات فلوس، أو كان صاعد في قطار ومصاب بكورونا بالوباء، ويقوم بمسح الجدران أو مسح الفلوس بهذا المرض. يعني فعلا هي الظاهرة نحن شفناها وبشكل كبير. نعم. أستاذ جمال، طيب فيها. أستاذ جمال، عدد من الجمعيات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان طالبت السلطات الفرنسية بإطلاق نحو 900 شخص من مراكز احتجاز أو مراكز ممكن إيواء مؤقتة، لأنه عم يقولوا أنه هاي المراكز إلى الآن ما فيها إجراءات كافية ووافية لحماية ووقاية هذول الأشخاص. هل بتتوقع فعلا هذا الأمر ممكن يكون يعني ينطبق على كثير من الدول الأوروبية، وبالتالي هذا أو هاي الوقاية رح تصير من تلقاء أنفس اللاجئين، هن نفسهم بده يحموا أنفسهم بدون ما يكون في وقاية طبية؟ يعني أنا آسف أنه أقول لك أني مثل ما تفضل الأستاذ من بلجيكا، كل دولة صارت على أقصى حد تهتم في مواطنينا والمقيمين على أرضها، لكن ما في استيعاب لما بيجي 1000 مصاب على مشفى فيه 5 غرف إنعاش. تصور حجم الكارثة. يعني غرف الإنعاش توضع في الأنف لتقوية الرئة وتقوية التنفس يلي هو الوباء بسببه الاختناق في الرئة. تصور أنه في مشفى فيه مثلا 100 جهاز للإنعاش، لكن في عندك شيء 1000 2000 دخلوا هذا المستشفى. بالنسبة للتجمعات، للأسف يعني ما في حل لا باليونان ولا بفرنسا، وبعتقد يعني في صعوبة في الموضوع
إلا التوعية، وبالتالي التوعية يمكن بالنظافة. يعني هون بيرجع على الأشخاص نفسهم إذا بيلتزموا بالإجراءات الوقائية أو لا. طيب أستاذ محمد، يعني نحن بنعرف إنه من فترة كان في توجه من اللاجئين إلى أو في موجة جديدة للاجئين من تركيا إلى الدول الأوروبية، صاروا موجودين، ما بعرف يعني هل صار في تحرك بالنسبة لهذا الموضوع أو لا بين تركيا واليونان. وأنت مثل ما بعرف يعني وثقت من فترة، وثقت بفيديوهات أو بصور يعني عن معاناة هؤلاء الأشخاص اللي بيكونوا رايحين إلى الدول الأوروبية. برأيك هذول مستقبلهم كيف راح يكون بظل هاي الإجراءات الاستثنائية بالظرف الحالي؟ بالنسبة لموضوع اللاجئين الذي اللاجئين العالقين على الحدود اليونانية التركية معلق إلى الآن نوعا ما ونوعا ما، أو من الناحية الأخرى اتخذت يعني في الاجتماع الذي حدث في بروكسل هنا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارين الأوروبيين الذين يعني هنا جرى اجتماع مغلق أستطيع القول، اتخذوا إجراءات وهي كانت على الشكل التالي: عودة اللاجئين إلى أوروبا مقابل، يعني أستطيع القول أنه ليست تصريحات رسمية ولكن تخمينات أو تحليلات شخصية، اتخذوا إجراءات وهي إعادة اللاجئين إلى الداخل التركي مقابل دفع مبالغ مالية للحكومة التركية لاستيعاب هؤلاء الأشخاص مؤقتا، ثم بزج عدد من الـ يعني العناصر او يعني الدعم اللوجستي للحكومه اليونانيه لتغطيه حدودها، بالاضافه للحكومه البلغاريه لتغطيه حدودها مقابل عدم دفع اللاجئين الى الداخل الاوروبي، لان اوروبا في الوقت الحالي تعيش عجز صحي، ربما يعني عجز صحي. الآن نرى أوروبا هي غير العجز الصحي، تقف عاجزة بشكل كامل أمام الوباء الذي يدخل أوروبا. فبالنسبة لموضوع اللاجئين لا يزال إلى الآن معلق. لكن هذول بالمقابل يعني سيد محمد، نحن عم نحكي دائما في حث لموضوع عدم وجود تجمعات وإجراءات وقائية، كفوف، كمامات، منظفات، معقمات عفوا. طيب ما بيخافوا انه هاي الجائحة فعلا توصل لهذول اللاجئين وتصير، وبالتالي يعني ما في مهرب من هذا انتشار هذا الفيروس؟ يا سيدي، العالم الآن يعيش أزمة كمامات، يعيش أزمة معقمات صحية، يعيش أزمة بهذا بالنسبة لهذا الموضوع. يعني من يومين سمعنا أن الحكومة السلوفاكية سرقت ما يقارب 700,000 كمامة آتية من الصين إلى إيطاليا. فالعالم بشكل عام يعيش بأزمة كمامات، أزمة معقمات. كيف لك بأن الحكومات ستعطي هؤلاء اللاجئين يعني الذي وبالتالي تركتهم موضوع في انه العراء، مهمات. وتركتهم معلقين بدون أي شيء، دون طعام، دون شراب، دون يعني دون حتى أستطيع دون أي خيم شوادر أستطيع القول، حتى تريد أن تعطي الحكومات كمامات؟ الحكومات لا تسأل في الوقت الحالي عن اللاجئين المعلقين على حدود جميع الدول، على جميع نعم الدول، مفاتيح أوروبا مثل اليونان، مثل بلغاريا، مثل إيطاليا، غير سائلة في الوقت الحالي. الدول أوروبا في الوقت الحالي تريد إنقاذ نفسها والخروج من الدوامة التي سقطت بها. يعني أستطيع القول أن ربما العالم الآن يعيش حرب بيولوجية. طيب أستاذ جمال، يعني انطلاقا من هاي النقطة اللي كنا عم نحكي فيها مع سيد محمد، كيف بتشوف مستقبل الهجرة يعني الغير شرعية والشرعية؟ هلا بالنسبة مثل ما تفضل الأستاذ بلجيكا، بالنسبة لموضوع الحماية الطبية أو الرعاية الطبية، هي مفروضة فرض على الدول بموجب القانون الدولي، مش يعني إنه فيها تقدم رعاية صحية أو عدم تقديم رعاية صحية للاجئين أو حتى الموجودين على الحدود. في قانون دولي يفرض على هذه الدول تقديم الرعاية الطبية الكاملة، فما إدراك في هذا الوضع الصعب جدا بوجود لكن وباء. هل عم يتم فعلا أستاذ جمال، يعني نحن عم نشوف كمان هلا في أيضا حث لليونان على إفراغ عدد من
مراكز الإيواء اللي أصلاً تجاوزت السعة الاستيعابية، وما نعم في إلى الآن يعني أي نعم إجراءات وقائية بالنسبة لهؤلاء اللاجئين. المشكلة ليست هنا، المشكلة أن الأمم المتحدة منظمة الهجرة واللاجئين ومفوضية اللاجئين اتفقت على إعادة توطين 30 ألف تقريبا بالاتفاق مع مفوضية الهجرة الأوروبية إلى أوروبا. اللي صار إني بسبب صراع الأحزاب السياسية اليمينية بالدول الأوروبية وصراع الدول نفسها مع بعضها ضد اللاجئين ومع اللاجئين أدى لي تقريبا وقف العمل مع وجود وباء كورونا بهذا البرنامج للأسف. لذلك يعني ما بدنا نحن نقطع الأمل للناس ولا بدنا نكون مثاليين جدا، لكن يوجد إعادة توطين سيفتح قريبا. لكن ممكن في ناس أيضا تتخوف أنه هاي المدة ممكن تطول لحتى يختفي على الآخر هذا الفيروس، وتبطل أصلا الدول تخاف من أشخاص ممكن يكون حامل، ممكن يكون مصاب بهذا الفيروس. نعم صحيح، لذلك أغلب الدول وأغلب علماء الطب، طبعا نحن لا نفهم لا نفقه بالطب، لكن أغلب علماء الطب ومنظمة الصحة العالمية تقول أنه على أساس في شهر يوليو أو أغسطس ستنتهي الأزمة بإذن الله. طبعا الموضوع بإيد العلماء نعم وبإيد رب العالمين ان شاء الله. طيب إن شاء الله. استاذ محمد، اخيرا بدي اسالك يعني كيف بتشوف مستقبل الهجره ممكن بالايام المقبله بالسنوات المقبله مع وجود هذا الظرف الاستثنائي؟ راح يكون في تعاطي بشكل مختلف؟ يعني باستثناء كما تتحدث أنت هذا الظرف الاستثنائي، ستعود المياه إلى مجاريها دام أن هناك حروب. ستبقى هناك هجرات شرعية وغير شرعية. دام أن هناك حروب ستبقى هناك دول مصدرة للسلاح ودول مستقبلة للاجئين. يعني حكاية الهجرة الشرعية وغير الشرعية لا تنتهي، لكن ربما يعني نوعا ما ستأخذ الحكومات التي تستقبل اللاجئين إن كان دول أوروبا أو غير أوروبا يعني احتياطا نوعا ما وإجراءات احتياطية يعني للتوخي الحذر، ستقوم بإجراءات معينة. يعني ربما ستكون لها علاقة بالصحة أكثر ما لها علاقة باللجوء، لأن سيكون ربما نوعا ما كثير من اللاجئين الذين سيأتون أو سيدخلون في الأيام القادمة أو في السنوات القادمة في الشهور القادمة إلى هذه الدول سيكونون ربما حاملين لهذا الوباء أو غير وباء نوعا ما. الصحفي محمد المضحي من بلجيكا، وأيضا الأستاذ جمال عبد الرحمن المستشار في القانون الدولي، شكرا لكم ضيوفي الكرام، ونتمنى لكم إن شاء الله صحة دائمة لكم ولأهاليكم ولأصحابكم ولأحبابكم بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك.